مشاهدين يحكى أن في كل مكان، لسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. ويمكن اللقاء ده تحديدا هيهم بشكل كبير قوي كل المهتمين بالرياضة المصرية وتحديدا كرة القدم. احنا دلوقتي بينورنا وبيشرفنا الكاتب الرياضي عمر البنوبي اللي هنتكلم عن احدث اصداراته 5 شارع الجبلية. عمر اهلا بيك. اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي التلفزيون المصري ويحكى عنا. 5 شارع الجبلية ده عنوان مقر اتحاد الكورة، صح كده؟ حقيقي صح. احكي لنا بقى عن هذا الاصدار، عن هذا الكتاب. يعني هو ده رابع اصدار ليا في الخمس سنين الاخيره، والحقيقه هو جه في وقته لكن مش مقصوده قوي. لكن احنا على مدار يعني الكره المصريه عريقه جدا، احنا ام عريقه في كره القدم. عندنا الاتحاد المصري لكره القدم عمره اكتر من 100 سنه في الوقت الحالي. دايما عندنا ازمات فنيه، يعني الازمات الفنيه دي ما بنلاقيش لها حل. كل مره بنخرج من بطوله زي ما حصل كده اليومين اللي فاتوا، نبتدي نقول هنحط روشته علاج للكره المصريه وهنشوف هنعمل ايه، وعاده احنا بنعمل ده كل مره، يعني كل ما في اخفاق نفس الحكايه. لكن الكتاب هو بيرصد ال 100 سنه اللي فاتت في اداره الكره المصريه داخل اتحاد الكره المصري، لان هو الاب الشرعي لكره القدم المصريه. مستوى الكره بيتطور او بينخفض تبعا لسياسه اداره الاتحاد المصري لكره القدم. ومن هنا كانت الفكره انه ايه اللي حصل في ال 100 سنه وليه احنا بنلف في نفس الدايره، ان كل مره نفس النتائج بنفس الاسباب. طيب نشوف الموضوع من بره شويه ونبص على ال 100 سنه كامله علشان نشوف احنا كنا بنكرر الاخطاء دي ليه، ايه سبب تكرار الاخطاء. فكان لازم نرصد اهم قرارات الاتحاد المصري لكره القدم خلال ال 100 سنه اللي فاتوا. بس ده يعني مجهود كبير جدا. هو مجهود شاق جدا في ظل كمان انه اتحاد الكره فقد كل الوثائق الخاصه بيه ومحاضر الجلسات في 2013 لما اتحرق مقر اتحاد الكره. طبعا احنا دلوقتي عندنا مقر اتحاد كره هايل، واحنا عندنا تاريخ كبير لكره القدم المصريه، لكن التوثيق لاتحاد الكره تحديدا هو اصعب حاجه عملتها، يمكن اصعب من كل الكتب اللي عملتها قبل كده. لانه اتحاد الكره دايما في مرمى النيران، الجمهور دايما اتحاد الكره يقولوا في عندنا في الكره يقول لك ملوش ظهر، لانه ملوش جمهور لا اهلي ولا زمالك، هو مش نادي. فالتاريخ لمنتخب مصر النتائج سهل انك تجيبها، لكن القرارات وتاثيرها والتسلسل بتاعها هو اللي كان صعب. انا اعتمدت على بعض الوثائق القديمه، والكتاب يمكن بيكشف لاول مره وثائق مهمه جدا زي اول لائحه لبطوله الدوري المصري من 75 سنه تقريبا، اول تقرير فني اتكتب عن موسم الدوري المصري سنه موسم 49 50 وكتبه حسين حجازي، وده يعتبر مؤسس الكره المصريه والاب الروحي للكره المصريه. فالحقيقه الوثائق دي بتقول لنا لو لما نقرا التسلسل بتاع الاحداث في ال 100 سنه في الرصد التاريخي لقرارات اتحاد الكوره، انه احنا بنلف في نفس الدايره صحيح تقريبا في اخر 70 سنه. فهنا محتاجين نغير سياستنا الاداريه اللي تخص الكوره شويه الفتره اللي جايه، ده هيبان من الرصد التاريخي. وفي نفس الوقت في نهايه الكتاب انا حاطط الرؤيه بقى. رؤيه انه ازاي نحل، يعني احنا ازاي نحل المشكله اللي عندنا، ازاي نخرج من دايره ان احنا بنكرر نفس الاخطاء كل مره ونرجع في الاخر بعد كده نقول طب هنبدا من جديد ونشوف في الخبراء وبتاع. الكوره في العالم كله بتتطور، حتى شفنا المنتخبات حتى في افريقيا، منتخبات في غرب افريقيا وحتى في الجزر الصغيره كاب فيردي مثلا بيوصلوا بيكملوا وعملوا نتائج جيده جدا حتى الان في بطوله الامم الافريقيه. وبالتالي الكوره ادارتها سهله، لكن فكره حسن اختيار الاشخاص وحسن اختيار الناس اللي هتدير، وانه يكون في نوع من انواع تقدير تاريخ الكره المصريه، انه مش يعني اتحادات قليله على مستوى العالم اللي عمرها عدى ال 100 سنه، منها الاتحاد المصري لكره القدم. منتخب مصر عدى ال 100 سنه، منتخب مصر بيلعب كوره رسمي من سنه 1920. فبالتالي لازم نشوف ال 100 سنه طبعا اللي فاتوا كان فيهم ايه عشان ما نكررش اخطاء ونستنى 100 سنه كمان. الكره المصريه مش بس هي يعني انا في الاهداء بتاع الكتاب بقول ان هي اكثر من مجرد لعبه، انه فعليا الكره المصريه او كره القدم عموما بقت صناعه وفيها دخل قومي، فيها جزء من الجانب الاقتصادي عالي جدا، وفي نفس الوقت كمان انت محتاج تطور ده لانه الرياضه بقت واجهه الدول. انت بالنسبه لك مثلا في السكواش احنا رقم واحد على مستوى العالم في السكواش، لكن في كره القدم مع تاريخ ال 100 سنه ده احنا بعيد جدا، رحنا كاس عالم 3 مرات بس. اكيد. طب ده مش اول كتاب ليك يا عمر تحديدا في الكتابه الرياضيه، وكان ليك اصدارات قبل كده واصدارات مهمه جدا. يمكن الكتاب اللي قبل 5 شارع الجبليه على طول كان كره القدم في المدن الجامحه،
والحقيقة اتشرفت انه كان في يحكى ان لي حوار عن الكتاب ده، لانه الكتاب ده له خصوصية شوية، هو عن العلاقة ما بين الكرة المصرية والكرة اليونانية على مدار 100 سنة، وازاي تحولت في النصف الاول من القرن العشرين ثم النصف الثاني ما بين مصر وما بين اليونان، وكان في قصص كمان إنسانية للعيبة الكرة اليونانيين. يعني يمكن بمناسبة أمم أفريقيا، أول حارس مرمى المنتخب مصر في أمم أفريقيا اللي أخذناها سنة 57 كان يوناني، يوناني مصري، يوناني مولود في بورسعيد، باراسكوس تيرميريتس، وفي مجموعة كبيرة تانية من اللاعبين اليونانيين والأندية اللي كانت خاصة بالجالية اليونانية في مصر، لأن يعني الجالية اليونانية كان لها طبيعة خاصة مع المصريين، هم كانوا قريبين منهم قوي. يعني حتى الآن أنا لما سافر اليونان ما بحسش بالغربة قوي، لأنه الطباعة واحدة تقريبا. ده كان كتاب تجربة مختلفة شوية، يمكن قبله كتاب عن الجنرال محمود الجوهري وتاريخ مسيرته في الأربع ولايات مع منتخب مصر، والحقيقة أنه يستحق التكريم ويستحق كمان أكتر من كتاب الحقيقة. يعني أنا اجتهدت في الجزء اللي يخص نشأته وبدايته والأربع ولايات مع المنتخب، لأنه له دور كبير في تطوير الكرة المصرية الحقيقة. والكتاب الأول طبعا كان 100 عام من الحلم. 100 عام من الحلم ده كان تاريخ لقصص احتراف اللاعبين المصريين في أوروبا خلال 100 سنة، لأنه إحنا أول دولة صدرت محترفين للعالم. إحنا عندنا حسين حجازي احترف سنة 1911، من أكتر من 100 سنة كان عندنا لعيب في الدوري الإنجليزي. فإحنا مش إحنا ناس عندنا عراقة في كرة القدم. ومن حسين حجازي لحد سنة 2008 أو من 1908 إلى 2008 رصد لكل قصص المحترفين المصريين اللي لعبوا في أوروبا، وحوارات جوه الكتاب مع حتى المعاصرين ليهم واللي كانوا موجودين معهم من نجوم الأوروبيين. يعني يمكن الكتاب ده لوحده، أول كتاب ده أخذ 8 سنين، لأنه كنت بسافر أحيانا علشان أعمل حوار وأرجع مش أكتر لنقطة معينة، فكانت تجربة مميزة. الكتب الرياضية عموما أنا ببقى مبسوط كل سنة بلاقي إن في كتب رياضية أكتر في معرض الكتاب. جمهور الكرة بقى بيقرأ، وكمان الكتاب الرياضيين اتشجعوا انه يكون عندهم اصدارات اكتر. كنا زمان ممكن كل 5-6 سنين لما نلاقي كتاب رياضي، لكن دلوقتي المعرض مثلا كل سنة في 10-12 كتاب رياضي. فده رقم كبير، والرقم بيزيد كل دورة عن اللي قبلها. فأنا أعتقد أنه ده نوع من أنواع الحراك الثقافي الرياضي طبعاً. مختلف تماماً عن اللي كنا بنعيشه قبل كده، يمكن حتى مختلف عن فكرة كمان الفيديوز اللي بتكون موجودة على السوشيال ميديا أو على أي بلاتفورم، يعني أو على أي منصة منصات التواصل الاجتماعي. الكتاب أعتقد إلى حد ما بيفضل باقي، يعني بيفضل تقدر ترجع له. طبعا الحاجات دي بتبقى موجوده بس مش زي الكتاب. يمكن الكتاب بيكون ليه خصوصيه برضو، يمكن بيتقال في الامثال الاوروبيه انه الكتب هي الاثار الاكثر بقاء، لانه الكتاب هو توثيق لمرحله او توثيق حتى الفكر الكاتب، وهيفضل عايش حتى بعد ما الكاتب ده ما يبقاش موجود. فانا اعتقد انه وجود الكتب الرياضيه والتاريخ للرياضه المصرية عموما كمان، لأنه الرياضة المصرية مش بس كرة القدم، لا بقية الرياضات كمان. الرياضة احنا عندنا المصرية كمان لا تنفصل عن المجتمع والتغير اللي بيحصل في المجتمع هو كل فترة. هو الرياضة هي جزء من حركة المجتمع طبعاً. بتتطور بتطور المجتمع، وفي نفس الوقت كمان لما بتلاقي مثلا عندك نموذج زي محمد صلاح، لعيب ملهم بالنسبة للأجيال اللي موجودة كلها دلوقتي، هنا انت لازم تقف وتشوف انت مثلا هتعمل. محمد صلاح اتعمل عنه اكتر من 3-4 كتب لحد دلوقتي، صحيح. ولسه ما لسه بيكمل الكارير بتاعه، يعني كمان بعد ما يعتزل عنده فرصه انه يكتب طبعا. كمان سيرته الذاتيه وغيرها وغيرها. اتمنى ان نجومنا الكبار كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الخطيب وغيرهم وغيرهم من النجوم الكبار في كل الانديه واللي لعبوا ودوا للكره المصريه منتخب مصر، كمان يبقوا حريصين على توثيق مشوارهم بكتب السير الذاتيه. دي اللي ناقصانا على فكره في مصر، يعني الكتاب بيكتبوا، الصحفيين بيكتبوا دلوقتي، لكن فكره الاوتوبايوجرافي او زي ما المدربين الكبار واللعيبه الكبار في اوروبا على مستوى العالم بيعملوا سيرتهم الذاتيه، مهم جدا ان يكون لك شهاده على المرحله اللي انت عشتها والاحداث اللي انت شاركت فيها اكتر بكتير من انه انا كمتابع او حتى كباحث بدور بشكل في منهج علمي شويه فاقدر اطلع حاجه شكلها كويس، صحيح. ده بحكم الجمهور، لكن اللي عاش الحدث واللي شارك فيه واللي صنعه يفرق كتير كمان لما هو طبعاً. اللي يتكلم حابب بنفسه. يشارك بيحس ان هو جزء من الحدث بالزبط. كمان طبعا انا بشكرك جزيل الشكر الكاتب الرياضي عمر البنوي، نورتنا في حكاية. انا ميرسي جدا، وانا اللي بشكركم على الفرصه الجميله دي. شكرا.